بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق طنطا يوم الاثنين ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار البقر النهارده مع المعلم ايمن شبير. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، النهارده 31/10/2022 بسم الله ما شاء الله في سوق طنطا يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. دقيقه معلم ايمن، اللهم صل على النبي. صباح الفل يا معلم ايمن، عامل ايه؟ صنعت البقره دي؟ اللهم صل عليك يا نبي. وحلبه كمان. الله اكبر. فيها قد ايه لبن يا معلم ايمن؟ فيها 6 كيلو. 6 كيلو لبن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. كسره حاجه يا معلم ايمن؟ كسره 6. الله اكبر. و6 كيلو لبن عامله ايه؟ ب 27,500 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم ايمن. ادينا الرقم. طيب صباح الفل. 010 63 41 00 61. الله يصلح حالك يا معلم ايمن، الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. البقر يا جماعه في سوق طنطا. الله اكبر. فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. كسره قد ايه؟ كسره قد ايه؟ اخلص يا جماعه اهوت. حول الله يا ربي. اللهم صل عليك يا نبي. عامله ياما دي عم زيد؟ عامل ايه؟ صنعتها ايه طيب؟ يعني والدي. والدي؟ عامله ياما؟ كان معاه بقره ثانيه. كان معاه واحدة تانية. انبعت التانية؟ بس كفاية. انبعت. طب ودي توقف على كام يعني؟ دي توقف على 30,000. 30,000. الله يبارك لك يا عم زيد. معاك حاجة تاني غير ايه؟ معاي. الله يبارك لك. توقف على 27,000 الصبح. والدة برضه؟ والدي. وقف على 27؟ اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. وقف على 27,000 يا جماعة. السلام عليكم يا رجالي. طبعا كل رجالي داركم ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. ملف ذكر ولا انتهي؟ نتايه صلاه النبي عليه. 27,000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. 27,000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فيها قد ايه لبن يا حاج؟ اللهم صل عليك يا نبي. 4 كيلو لبن يا جماعه. الله يبارك لك يا حاج. صباعك ابيض بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك عم زيد. اخرها 27 عم زيد. يا عم ب 27 ب 27. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم عم زيد. ليه ب 27؟ دي؟ طب قلت لي ب 27 عم زيد. على ذي على ذي على ذي. ديت ب 27. طب والثانيه لوالدي؟ الثانيه ب 23. ب 23. الله يبارك لك عم زيد. انت عندك مصداقيه بما يرضي الله. يعني هنضحكوا على الناس. لا والله انت راجل محترم يا عم زين. الله يبارك لك ويصلح حالك. دي شكل 27. الله يبارك لك. الجاموسه عملت ايه اللي لقيت فيها عشر ورديتها؟ خدوها اصحابها. خدوها اصحابها. الله يبارك لك يا عم زين. لو واحد ثاني كان ضرب عليها وخلاص. الله انت راجل محترم يا عم زين. لحد البيت كمان. الله يبارك لك يا عم زين. يعني دفعوا مصاريفها برضه ولا؟ والله ما دفعوا جنيه. يا نهار ابيض. 500. وبعد كده واحد اتصل قال الجماعه دول بيربوا فيها تمام وما لهاش لازمه. قلت لا. الله يسهل لهم. بقول هجيب لك 200 جنيه وكنتهم مش عايز منهم حاجه. الله يبارك لك يا عم زين ويصلح حالك. الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. الاخره زماله عم زين. اي 100 100 عم زين. اي وانت 100 100. حول الله يا ربي. ادينا الرقم عم زين. تعال. اللهم صل عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. وعلى العربيه وراك. كام الرقم عم زين؟ الرقم عايز 010 ولا 012؟ اي رقم. لا انت عايزه 010. ماشي. 010 010 96 96 11 24 28. الله يبارك لك عم زين ابو طحون كفر الزيات. الله يبارك لك ويصلح حالك. يعني السوق كويس مرتاح النهارده عم زين؟ السوق مريح. 24 جرات. انا عايز يشتري واللي عايز يعني يبيع برضه على قد يعني يبيعها برضه على قد ايه؟ كل حاجه موجوده. الغالي غالي والرخيص رخيص. لا خالك الدنيا هدت وقت حلو. الجو هدى دلوقتي. الله يبارك لك عم زين ويصلح حالك. متشكرين جدا يا عم زين. وجع صباحك. رزق الغلابه اللي عايزين ياكلوا ويشربوا يا اخي. رزق الغلابه. الله يبارك لك عم زين. صباحك ابيض ومتشكرين جدا يا عم زين. نهارك ابيض ان شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. واسيبكم في رعايه الله وامنه. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.